السلام عليكم. هذا آخر سؤال أعزائي من أسئلة الملاحظة الأولى، وبعدها نبدي إن شاء الله بالملاحظة رقم 2. فيا ريت تركزوا لي على هذا السؤال أيضا. السؤال يقول: صنع صندوق مفتوح من قطعة من النحاس، عندنا فت قطعة من النحاس مربعة الشكل مثل ما دا يحكي لي، طول ضلعها 12، إذن طول ضلع هاي القطعة 12 سنتيمتر. قال: وذلك بقص أربع مربعات متساوية الأبعاد من أركانها الأربعة. مسوين فت صندوق من هاي القطعة، شلون سووا الصندوق؟ يجوي قصوا أربع مربعات متساوية الأبعاد من أركانها الأربعة، يعني هذا طول ضلع المربع المقصوص هو عبارة عن X، نفس القضية هذا X، نفس القضية هنا هيش راح يصير. تقول لي على الحكي هذا راح ينشالون ذولي المربعات الأربعة، وبعدها راح نثني الأجزاء البارزة، فراح تتكون عندي علبة، هذه العلبة هو طالب من عندي الحجم الأعظم لها، تمام؟ زين، خلونا نيجي نتناقش بهذه. أنا راسمي لكم إياها هنا، تشوفون هاي الورقة، إجينا قطعنا منها X، منها X، منها أيضا X، منها أيضا X، تمام؟ فراح شو نسوي؟ نيجي نثني الأجزاء ذولي البارزة، هذا نيجي نثنيه بهالشكل هذا، وهذا أيضا نثني بهالشكل هذا، ومنا أيضا نثني بهالشكل البسيط، ومنا أيضا نثني، فراح تتكون عندنا هاي العلبة. ما أدري جاي تبين عندكم أو لا، المهم راح يصير عندي هذا الصندوق، هذا الصندوق. زين، ارتفاع للصندوق إيش قد راح يكون؟ راح يكون عبارة عن X، لأن أنا أصلا فرضت هذا المربع طول ضلع X، فلما اجي اثنيه فراح يصير عندي الارتفاع X، دير بالك. اذا ارتفاع الصندوق معلوم عندك. زين، طول ضلع الصندوق ايش قد راح يكون؟ والله تقول هو كان قبل القص 12، بس انت قصيت منها X ومنها X، اذا راح يصير عندي 12 بس منقوص من عندها X، يعني راح يصير طول ضلع المربع 12 ناقص 2 X بهالشكل هذا. فراح نروح نفرض أبعاد أو طول ضلع، طول ضلع المربع المقصوص هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن X، وبعدها راح نجي نروح للدالة. الدالة عبارة عن الحجم، منو قال لك الحجم؟ لأن هو قال لي ما هو الحجم الأعظم، فإحنا اتفقنا إنه الدالة تكون ملازمة لكلمة أكبر أو أصغر أو أعظم أو أقل إلى آخره، أو أقرب أو أبعد. طيب، حتى أطلع الحجم لهذا الشكل الهندسي أحتاج مساحة القاعدة، القاعدة مربع، القاعدة مربع وطول ضلعها 12 ناقص 2 X، فحتى أطلع مساحة المربع 12 ناقص 2 X الكل تربيع. ليش؟ شنو قانون مساحة المربع؟ طول الضلع تربيع، وطول الضلع حاليا هو 12 ناقص 2 X، فراح يصير 12 ناقص 2 X الكل تربيع، هاي مساحة القاعدة. في الارتفاع طبعا اللي هو X مثل ما بينت لكم، لأن أصلا اللي قطعته ثنيته وصار عندي ارتفاع للعلبة. تقولون استاذ هنا احنا ما نحتاج للعلاقة، السبب اللي خلاكم ما تحتاجون للعلاقة تقولون لأن هنا أصلا هي بمتغير واحد. طيب، ما دام ما تحتاجون للعلاقة لأن أصلا الدالة بمتغير واحد، يعني ما تحتاجون تقليص للمجاهيل. إذا خلونا نروح للنهايات. واحد قال استاد هنا عندنا الاشتقاق راح يكون صعب، فيا ريت تفتح هذا القوس مربع حدانية 144، اثنين اول اثنين في الاول في الثاني 48 اكس زائد مربع الحد الثاني 4 اكس تربيع. طالب يريدني اشرح له كل شويه شلون نفتح مربع حدانيه، كل شويه لازم تعلمه يابا مربع حدانيه الاول تربيع اثنين. طبعا واللي متابع وياي يمكن للمره هاي الالف احنا نكررها. زين، في منو؟ في اكس. زين، ليش ما اشتقيت استاذ؟ لان بصراحه دالتين عندي ومعقدات، وحده مرفوعه والثانيه
زين هسه تقول لي مهم دالتين بعد ما فتحت مربع حدانية، واني هم ما راح اشتق، راح ادخل الاكس وين على القوس فيصير 144 اكس 48 اكس تربيع زائد 4 اكس تكعيب. طبعا واحد ايضا لازم تقول له يا بتر ضربنا هاي هنا وضربنا هاي هنا و... يعني ما مركز ابد. طبعا اني جاي اقصد انه الطالب لازم يربط بين الفيديوهات، ما يرهم كل شوية المعلومة يحتاج نكررها إله. طيب هنا لما نجي اشتاق هالسب سهولة جدا، حيبقى 144 ناقص 96 اكس زائد 12 اكس تربيع. طيب بعد ما اشتقينا المفروض نصفر المشتقة، فراح يصير عندي خليني ارتبها همين بدربي، 12 اكس تربيع ناقص 96 اكس زائد 144 يساوي 0. طيب اقسمها على 12 فراح يكون عندي اكس تربيع ناقصا 8 اكس زائدا 12 يساوي لنا 0. وهسه صارت تجربة بكل بساطة نقدر نحلها ونطلع قيمة اكس ناقص ناقص بالزائد ناقص ال 12 هي عبارة عن 4 في 3 ما تنفع، عفوا راح نختار 6 في 2 حتى يطلع الحد الوسط. اذا اما الاكس تساوي 6 او الاكس تساوي 2، واحد قال لي هذه تهمل لان غير معقول، غير معقول. طيب شلون عرفناها غير معقول؟ تقول لي استاذ لان طول ضلع القطعه اللي كانت عندك المربعه كان كلها 12 طولها، انت تقول قصيت منها اكس وقصيت منها اكس وسويت بالباقي علبة. طيب مو معقولة انت قاص منها 6 ومنها 6، اللي انا على هالحكي هاي انت ما مخلي منها شيء. قلت له والله هم صحيح، اذا فعلا غير معقول، اذا هي هاي طول ضلع المربع المقصوص. طيب هو ايش طلب من عندي؟ طلب من عندي الحجم الاعظم لهذه العلبة، الحجم الاعظم. اذا اني مباشرة اخذ الاكس اعوضها بقانون الحجم واطلع الحجم، في يساوي 12 ناقص 2 في 2 4 كل تربيع في 2 هاي الاكس. تمام 12 ناقص 2 عبارة عن 8 اربعها حتصير 64 في 2 128. طبعا اليوم هاي الذبانة دمرتنا، كل شوية جاية هنا مقابل الكاميرا خبصتني خبص. 128 سنتيمتر تكعيب. وبهالشكل هذا انتهى حل السؤال. أتمنى تكون واضحة الملاحظة رقم واحد. السلام عليكم ورحمة الله، انتظرونا بالملاحظة الجديدة.